في موضوع آخر، أحيت رواندا يوم أمس الذكرى 30 للإبادة الجماعية في البلاد، وأعادت هذه المناسبة الحديث مجدداً عن مسؤولية أطراف خارجية في هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ رواندا، ومن بين هذه الأطراف فرنسا. وللحديث معنا الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد حسن، محرر الشؤون الإقليمية بموقع نايروتيك بوست. أستاذ عبد الصمد حسن، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ عبد الصمد حسن، الرئيس الفرنسي قال في خضم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا، قال إن فرنسا كان بإمكانها إيقاف هذه الإبادة. هل يكفي ذلك بالنسبة لرواندا؟ أختي الكريم، ليس رواندا فقط وإنما البشرية كلها حقيقة يعني أمام موقف بأن تطالب فرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بصفة عامة حقيقة لتقاعسهم وتقصيرهم، ومع أن القضية أمام مرأة ومسمع العالم أجمع، وبالذات يعني فرنسا وبلجيكا من الدول التي كانت يعني ساهمت في صناعة هذه الأزمة منذ الأربعينات وفي فترة استعمارهم للقارة الأفريقية، وما نخشاه هو أن تتكرر هذه المأساة اليوم نشاهدها في السودان وفي أماكن أخرى في القارة الأفريقية. فبالتالي يعني الآن في الكونغو الديمقراطية أيضا هناك مأساة لا تقل عن هذه الأزمة، لكنها لا تجد. ماذا يترتب على مثل هذه المواقف بالنسبة لكاغالي؟ والله يا أختي الكريمة، يعني أولا كيغالي يعني خطاب الرئيس الرواندي نفسه كان دبلوماسيا أكثر مما يجب، وهو صحيح عبر بأنه يعني يشعر بخيبة أمل من المجتمع الدولي وأنه لم يقم بما يجب. كيغالي هي أيضا اليوم يعني عندها يعني موقف مماثل بما فعلته أوغندا في دعمها للتوتسي حقيقة لإيقافهم أمام العدوان الذي كان يمثله الهوتو بالذات في رواندا. كيغالي اليوم أمام تحدي كبير بأن يعني فعلا استطاعت أن تتغلب على الأزمة في داخلها، لكنها أيضا في إقليمها وفي محيطها أمام تحدي كبير. يعني وهنا حقيقة قضية الكونغو الديمقراطية مأساة إنسانية يعني فيها ما لا يقل عن 15 مليون نسمة خلال القرن الماضي، وهم إلى اليوم يعانون من نفسها يعني بنفس الشكل من إبادة جماعية، لكن العالم يتجاهلها. ولهذا أقول نحن كإنسان الإنسان كنحن يعني موقف إنساني جميعا يعني يجب أن ندين هذا الأمر، لكن أيضا يجب أن نركز على القضايا الراهنة التي تحتاج إلى الوقوف أمامها، وحتى لا تتكرر يعني المزيد من المآسي الإنسانية في عالم اليوم. الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد حسن، محرر الشؤون الإقليمية بموقع نايروتيك بوست، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.